بسم الله الرحمن الرحيم، هنعمل ان شاء الله مهلبية حشو الكنافة او الجلاش. عندنا 3 كوبايات حليب، وهنضيف على الحليب 5 معالق كبار نشا، وهنقلب كويس. ومهلبية حشو الحلويات هي عبارة عن نشا وحليب بس، ما بنضيفش عليها سكر. بعد كده هنحط خليط الحليب والنشا في حلة على نار متوسطة، وهنقلب لحد ما يتماسك معانا. وخلاص كده المهلبية تقلت معانا، وهنطفي عليها النار، وهنضيف معلقتين كبار سمنة بلدي، وهنقلب كويس. وخلاص كده المهلبية جاهزة معانا، جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وشكرا للمتابعة، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة.